السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله اليوم داخلين روضة التفوق الأهلية. إن شاء الله نريد نعرف شنو أهم مميزاتها وأهم الأعمال اللي تقوم بها. يلا رايحين. طبعا استلامات الروضة والابتدائية سوية، فمننا خلينا ندخل الاستلامات. السلام عليكم، شلونكم عيني؟ الله عندي. طبعا هذه ساحة الروضة وبها العاب. هذه الساحة بها العاب، مغلفة كارتون الأرضية. طبعا هذا يمتص الصدمات. خلينا ندخل للإدارة. السلام عليكم، شلون اسمك؟ الله يسلمك، الله يخليك. بلي ست، شنو عندكم مناهج وشنو اللي يستخدمون؟ عمر 4 سنوات وعمر 5 سنوات. قبل 4 سنوات يختلف المنهج عن 5 سنوات. قبل لا 5 سنوات يعتبر مرحلة التمهيد، هاي مادة القراءة. بلي ياخذ حروف ومقاربة وكلمات. كم من كتاب، كم كتاب عندكم؟ عندنا 5 كتب. اوكي، هاي مادة الرياضيات. اوكي، هاي مادة العلوم. اوكي، هاي اضافة مادة الانجليزي. عندنا حروف وارقام، فمعلمتين اختصاص مادة الارقام، مادة الحروف. اوكي، اضافة اذا عندنا 5 سنوات هاي مادتهم. ال4 سنوات هم ايضا نفس المنهج، بس هاي شوف يعني مسامير. هذه دكتور صف، هاي عمر 4 سنوات. اوكي، عمر 4 سنوات، يعني السنة بتجي تهيئ للتمهيدي. كذا زين. هذا الانجليزي ابو العمر 4 سنوات، هاي كتابته وهذا خطه. اوكي، هاي مادة القراءة همين ايضا، هاي مادته وهاي كتابته. اوكي زين، عادي ست نشوف الشعب. اي نشوف الشعب. اوكي، عندنا 7 شعاب. بلي، شعبة الكناري 4 سنوات. أي. شعبة الأطفال عمر 5 سنوات. بلي، شعبة الفراشة عمر 5 سنوات. بلي، التمهيد. خلينا ندخل نشوف. السلام عليكم. اوكي، شكرا سيد. ست، هذا درس رياضيات؟ لا، درس قراءة. اوكي، شكرا ست. هذا صف الثانوي العمر 4 سنوات. بلي، Yeah.
اوكي شكرا سيد. اضافه للصفوف الباقيه. اوكي نصعد لفوق. هذا صف النوارس. هذا صف النوارس. ثاني. معلم تيس فرح. فيان. اوكي شكرا سيد. هذا الصف صف العصافير. لعبوا سيد. ليش عندهم سيد؟ مراجعة. أي مادة؟ يا مادة المواد. كل المواد. كل المواد بدها تراجع لهم سيد؟ ايه. اوكي. اوكي شكرا سيد. بعد عندنا هذه الشعبة. هاي الشعبة شعبة الورود. بلي. انجليزي. ستريام انجليزي. بلي. اوكي شكرا سيد. هسا اكو بعد قلتي لي عندكم مطعم. عادي نشوف المطعم. هذا المطعم. عندنا برنامج للتغذيه. هذا المطعم. اوكي. فالتغذيه مالتهم تبدي من 10 من 9 الى 4 لحد 10 تنتهي التغذيه. اضافه احنا نسوي بالروضه التفوق الاهليه شوربه لان صحيه شوربه بالخضار لان اكثر شيء اطفال يخاف على الصحه مالتهم. بلي. على مود كل غذاء يعتبر غذاء صحي. فاحنا يوميا تغذيه من قبل روضه التفوق الاهليه. اوكي سيد ذني كملنا ست شعب بعد شنو عندك؟ شعبة السنافر وين صايرة؟ هذه شعبة السنافر؟ بلي. ايش عندهم سيد؟ عندهم حيوانات غير أليفة حيوانات. اوكي شكرا سيد.